فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفكر، والتفكر من أعظم العبادات في الإسلام ومن أكثر المنازل الإيمانية حضورا في القرآن الكريم وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فما أكثر الآيات التي تأمر بالتفكر وتصف المتفكرين وتبين مراتبهم ومنازلهم ومقاماتهم. السيرة النبوية بعد ذلك شاهدة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المتفكرين، لم يكن يومه ولا ليله يخلو من لحظات التفكر، بل كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها تفكرا. والحقيقة أن المسلمين اليوم قد وقعت بهم غفلة عن هذا المعنى القرآني العظيم، فقلما نتفكر فيما ينبغي أن نتفكر فيه، وقلما نستجيب لكتاب الله جل وعلا حينما يأمرنا بالتفكر وحينما يعرض بين أيدينا الآيات لعلكم تفكرون، حينما يعرض بين أيدينا الآيات من أجل أن نكون على هذه الصفة، على هذه المنزلة، فنتخلى عن هذا التعليل وعن هذا الترجي وعن هذه الغاية من التفكر، ونبقى في أمور أخرى هي وسائل لهذه الغاية، أي غاية التفكر، فنشتغل بالوسيلة بغض النظر عن غايتها. ولذلك لا تنتج الوسيلة إذا كان الإنسان لم يضع نصب عينيه غاية تلك الوسيلة، فتكون الوسيلة عقيمة. كالصلاة مثلا، حينما يصلي العبد من أجل أن يكون بصلاته عابدا لله، موصولا بالله، مناجيا لله، وتلك غاية الصلاة في حد ذاتها. إذا صلى العبد وضاع منه هذا المعنى وغفل عنه وهو غاية الصلاة، بقي محصورا في الوسيلة، حتى إذا طال عليه لمد ماتت تلك الوسيلة ولم تنتج غايتها، وصارت أشبه ما تكون بالعادة، بل صارت هي عين العادة، فإذا به يركع ويسجد ولا يدري ما يصنع، كحال أغلب المسلمين اليوم مع الأسف الشديد. فلا بد إذن من ربط الغايات والمقاصد بوسائلها وبأسبابها، حتى يكون العبد على وعي تام بما يريد من هذا الفعل أو ذاك. فتفكر إذن هو غاية كثير من الأعمال في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي إذا تخلق بها العبد وصارت له خلقا كان من المتفكرين، وحاز هذه المنزلة الإيمانية الرفيعة التي يجعل قلبه خاشعا لله، خائفا، راغبا، راهبا، ولا يزال في سيره كذلك يشعر بالشوق وبالمحبة تجاه ربه، لا يخاف فيه لومة لائم، يعبده ويوحده ولا يكفره ولا يشرك به، يصير لله وبه. وتلك طريق من طرق منزلة الولاية التي ذكرها الله في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. التفكر إذن نرجع إلى مفهومه ومعناه، إنما هو النظر المتفحص المتأمل المتدبر في الخلق، في الخلق. فالله جل وعلا استعمل هذا اللفظ التفكر ومشتقاته في سياق النظر في أمر الملك والملكوت من عالم الخلق، بينما استعمل مصطلح التدبر فيما يتعلق بالنظر في الكتاب، أي في القرآن. وتعلمون قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. التدبر إذن هو ضرب من التفكر، نعم، لكن متعلق بالقرآن. فإذا نظر الإنسان إلى عالم الخلق، أي الكون بسعته وشساعته، بدءا بالنفس التي هي أنا وأنت، ننظر في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حينما تنظر في نفسك متأملا فأنت آنئذ متفكر. وإذا نظرت في سائر الخلق من الذرة إلى المجرة كما يعبرون، أي من أصغر كائن في الخلق إلى أعظم مخلوق، فأنت آنئذ متفكر. ولا يجوز للمسلم أن تخلو حياته من هذه العبادة، عبادة التفكر، لأنها عبادة مطلوبة بكتاب الله جل وعلا، موصوف أهلها بأنهم أولو الألباب، بأنهم أهل الخير وأهل المنازل العليا وأهل الخوف من الله حقيقة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا التفكر تعلق هنا بالخلق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك قوله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهاتان الآيتان هما مناط التفكر بالمعنى الكبير في كتاب الله جل وعلا، واللفظ ورد كثيرا بألفاظ أخرى على سبيل الفعلية في سياقات شتى، لكن المرجع الكبير اللي يعني يعطي المعاني الكبرى لهذا المقام أو هذا المنزل الإيماني إنما هو هاتان الآيتان كما ذكرت. الله جل وعلا سمى المتفكر فيه، هذاك الشيء اللي خصنا نفكروا فيه ونتفكر فيه، سماه خلقا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولا بد قبل الحديث عن التفكر من الحديث عن ميدانه ومجاله. العبارة السائرة بين الناس وفي العلوم المادية اللي يخدم عليها البشر أو يخدم بها البشر، العبارة السائرة عندهم كيقولوا الكون الكون. ما كاينش في القرآن الكريم نهائيا اللفظة ديال الكون. ما سمى الله جل وعلا في كتابه شيئا من خلقه كونا. الكون هاد السمية ما كاينش في القرآن الكريم ولا هي في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحيح كاين يعني الألفاظ اللي تعطي هذا المعنى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن ما قالوش كونا، لا سماه الخلق. الخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذا هو الاصطلاح أو اللفظ الجاري في كتاب الله الكثير، لأن الكلمة ديال الخلق سواء خديتها بالمعنى الاسمي أو المعنى المصدري، وأنا نبسط هذا الكلام على قدر الاستطاعة لغير أهل الاختصاص في العربية، باش ما خديتها كلمة خلق كتضمن جوج ديال المعاني أخرين، جوج ديال المعاني ما كاينينش في الكلمة ديال الكون. ولذلك الله جل وعلا إذ يستعمل كلماته سبحانه في كتابه يستعملها على جلال كماله، لأن من صفاته صفات الكمال والجلال. فكذلك الكلام الذي يتكلم به سبحانه وهو القرآن الكريم لا يكون إلا على وزان الكمال والجلال. الكلمة ديال الخلق فيها جوج المعاني أخرين كيجيو تستلزم معنيين، تستلزم خالقا وتستلزم مخلوقا. كاين رب إذا خلق، لأن هذا خلق، هذا خلق، هذه زعما بالعامية ديالنا خليقة، هذا معنى خلق، هذه خليقة، هذا خلق الله، هذه الخليقة ديال ربي اللي خلق. فأروني ماذا خلق الذين من دوني، فإذا هذا خلق الله، هذه الخليقة ديال الله تعالى، إذا هو خلقها، فهنالك خالق. فهذا رفضون يستلزم فاعلا ويستلزم مفعولا به. أما الكون لا، الكون يا الله كيعطيك الفاعل، لأن كان وللنحو يقولوا لازم، ما فيهاش التعدي، الأخرى فيها التعدي. وهذا اللازم هذا يعني كان قد يكون الشيء بأمر خارج عن ذاته وقد يكون بذاته. لما نقولوا الكون الكون كيمكن يكون شيء واحد كونه، كيمكن يكون كان الراسو، كان الراسو ما كونه حتى حد. وهذه النظرية الإلحادية، وذلك يعني الناس ديال العلوم المادية كيسميه الكون. فهذه الكلمة هذه كيستعملوها يعني الناس اللي ما كيأمنوش بوجود الله في خطرة، ويستعملوها الناس اللي يأمنوا بوجود الله تعالى، لأنهم المؤمنين عندهم الكون كون الله. ولكن هذه الكلمة كتجي حتى مع الملحدين، كتجي معهم لأنك يقول لك الكون كان الرسول كان السلام. والله جل وعلا لا يستعمل هذا اللفظ ولا هذا الاصطلاح، يستعمل كلمة الخلق. العالم كله عند الله اسمه الخلق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق. فإذا مطلوب منا أن نعمل التفكر في مجال الخلق، لأنك حينما تعمل التفكر في مجال الخلق تنظر إلى المخلوق مفعول وقع لي فعل الخلق. فإذا نظرت إلى العالم إلى الكون بما هو مخلوق صار بك إلى الخالق. هذا السر اللي كاين في الكلمة دي الخلق، لما تشوف الخلق غادي يوصلك للخالق، لأنك إنما تنظر إلى آثار الصنعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، تنظر إلى آثار الصنعة وتنظر إلى تجليات الأسماء الحسنى. اسماء الله الحسنى تتجلى في خلقه، أي أن الآثار ديال أسماء الله الحسنى أنوارها وأسرارها لها تجليات في عالم الخلق. فهو جل وعلا الخالق، وهذا الكون مخلوق، والخالق اسم من أسماء الله الحسنى. حينما تأكل طعامك وشرابك فذلك تجلي عليك من اسم الله الرزاق. حينما تمرض عافاك الله وإيانا والمسلمين، أو تعتل وترجو
الشفاء والدواء، فأنت تتطلع إلى اسم الله الشافي. فإذا شفيت وكفيت ووقيت تجلى عليك اسم من اسماء الله الحسنى، ألا وهو الشافي. وهكذا 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 كل الظواهر الخلقية، كل الظواهر الخلقية الظاهرة والباطنة تجليات لإسماء الله الحسنى، لأن كل شيء صادر عن الله الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا. وهذا فعلا اللي يخلي العبادة ديال التفكر داخل في العمق ديال معنى ديال التوحيد والإخلاص، إخلاص العبادة لله جل وعلا التي هي جوهر وفص التوحيد. ولذلك المؤمن مطلوب منه باش يخدم في التفكر ويشغل بال دياله والقلب دياله في التفكر ليكون من الموحدين حقيقة. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يجعل لنفسه لحظات لهذا المعنى العظيم بالليل أو بالنهار، وثبت هذا في السيرة كثير. كان بعض الأحيان يخرج بالليل إلى مقبرة البقيع ويجلس متفردا بين المقابر في جوف الليل متفكرا ناظرا في أحوال الموتى والحياة الآخرة وما قبلها من الدنيا وما بعدها من المآل والمصير. كان كثير عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظات، وقد يخرج مع بعض أصحابه وقد يخرج مع بعض أزواجه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذن لما نتعاملوا مع الخلق على أنهم خلوق وعلى أنه يعني فيه تجليات أسماء الله الحسنى، راه هذيك الطريق باش غادي توصل لله سبحانه وتعالى. ستقودك آثار الصنعة الإلهية وآثار الفعل الإلهي العظيم إلى الله جل وعلا، وتعطيك نتيجة عظمى ألا وهي المعرفة بالله. المعرفة بالله، لأنه من يتعرف الخلق غادي يتعرف الخالق سبحانه وتعالى. فالصناعة التي هي هذا الخلق وتجلياتها تعرفك بالذي صنع وبالذي خلق وبالذي برأ جل وعلا سبحانه وتعالى من إله عظيم، رب خالق بارئ فاطر، له الملك وله الحمد والشكر. فالمؤمن إذن حينما يدخل هذا المجال فإنه يرجع إلى إنسيته ويتفلت من حصار وحجوب المادة، لأنه إحنا بني آدم لما خلقنا الله تعالى ونفخ الأرواح ديالنا في الطين كما وقع لآدم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، نفخة إلهية في طين، فكان هذا الإنسان، فكان الخلق البشري الإنساني. ولازلنا على تلك الطبيعة التي أنشأنا الله عليها ذرية آدم إلى آخر من يكون. هذا الأمر كيخلي تلك النفس أو تلك الروح حبيسة هذه الحجوب، لا ترى ولا تسمع إلا بوسائط. النفس الإنسانية اللي راه في وسط هذا الجسم ما كتشوفش بشكل مباشر، كتشوف بالواسطة ديال العين وكتسمع بالواسطة ديال الأذن وتتلقى معلوماتها، كل معلوماتها بطريق الحواس العامة بالوسائط. وهذه الوسائط اللي هي العينين والودنين واللمس والذوق وسائر هذه الأدوات اللي عندها في الجسم ديالنا ما كتعطيناش الحقيقة كاملة، لأنها أحاسيس مادية قاصرة نسبية ضعيفة. بنادم خلق الله تعالى ضعيف، أما النفس فلا نظر آخر، حينما تصل إلى المعنى فتأخذه بشكل كلي وبشكل حقيقي. وهذا لا يكون للنفس على تمام الكمال إلا بعد وصول درجة من المعرفة بالله عالية، حيث يصبح القلب موصولا بالله مباشرة، وهذا في كتاب الله، وسأتيك بالآية بعد بحول الله، أو بعد أن يموت الإنسان. فوقاش كيوصل الإنسان للحقيقة الكاملة، الحقيقة الروحية، الحقيقة الدينية كاملة؟ إذا صفى قلبه وصار موصولا بالله، ولا والودنين والعينين وهذه الأدوات الحسية ولا يعني تابعين، ما ولاو شيء مركزيين عنده، ولاو تابعين للنظر ديال الروح، النظر ديال البصيرة، أو حتى يموت. نطلب الله يعني لا نكون من هذا الصنف، لأنه بنادم اللي يعمل الله بصيرته هو اللي كيبقى حتى يموت عاد يشوف الحقيقة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، أي بعد الموت، فبصرك اليوم حديد. هذه يستوي فيها الكافر والمؤمن، كل شيء يعرف الحقيقة كاملة بعد الموت، لكن المؤمن يتفرد بأن يعرف الحقيقة الجوهرية قبل الموت، ولكن طبعا حينما يصفو قلبه. وذلك قوله تعالى
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أو التي فيها معنى التخيير، بمعنى أن هادي أو هادي، إلى ما كانت هادي تكون هادي، تفيد أن الذي بعدها غير الذي قبلها، ماشي بحلوة، أن الذي بعدها غير الذي قبلها، بمعنى أن الذكرى تحصل لأحد اثنين، واحد في اثنين، لمن كان له قلب وإلى ما عندوش القلب أو ألقى السمع، هالوسيلة جات، وهو شهيد أي حاضر القلب، شهيد حاضر القلب. فإذا الأداة الأولى القوية اللي خدمها هي السمع، والقلب تابع. أما في اللحظة الأولى القلب هو اللي خدم، والسمع لم يذكر أصلا، لأن التبعية ديالو جعلت القلب في المركزية، وإلى خدم القلب بقوة يخرق السمع والأبصار، كيبقاش هو يعني الوسائط يعني معول عليها، كيكون عنده صلة مباشرة بالله. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا معنى عظيم في كتاب الله جل وعلا. يحصل إذن هذا للمؤمن، يصل إليه بكثرة التفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر اليوم وغدا وبعد غد وهكذا وهكذا، حتى تحدث له يقظة كبرى فيرى الحقائق الكونية. ولا يحدث حادث في الأرض إلا ويرى فيه فعل الله متجليا. يعني هذه الصراعات التي في الأرض وبين الناس وبين الدول وبين الشعوب وبين الأمم، والحوادث من الشر والخير والنعم وكل ما يحدث، لا يرى فيه إلا متصرفا واحدا هو الله رب السماوات والأرض. فلا يسند مثل هذا العبد، لا يسند أي فعل لأي بشر، وكيعرف بأن هذا إنما هي مجريات الأقدار، الله يجريها على عباده ابتلاء بالشر والخير فتنة، والناس أثناء ذلك يكسبون حسنات وذنوب على قدر مقاصدهم، على قدر النية ديالهم، يكسبون حسنات وذنوب، وإنما الفاعل في كل شيء رب كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا العبد لما يشوف هذا المشهد هذا تحصل له طمأنينة ويقين، وهذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فين كتشوفه سبحانه وتعالى؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت لن ترى الله جل وعلا يعني عيانا، ولكنك ترى آثار صنعته، وترى تجلياته سبحانه وتعالى، وآثار أسمائه الحسنى في كل شيء. إذا كان الربيع ترى تجليات البعث من أسماء الله الحسنى التي تدل على الإحياء والبعث والنشور، وإذا كان الخريف ترى ما يجمع الله جل وعلا بعد ذلك من معاني، ما يجمعه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من معاني الإماتة وما شابه ذلك، المحيي المميت سبحانه وتعالى، وكذلك في الإثمار، وكذلك في البرد وفي الحر وفي القر، كل الأحوال التي تمر بها الأرض، وكل الأحوال التي يمر بها الإنسان في حالة اليسر وفي حالة العسر وفي حالة السراء وفي حالة الضراء، تنظر إلى أسماء الله الحسنى، القابض البسيط النافع الضار، لا ترى إلا الله جل وعلا في أي شيء وفي كل شيء، من حيث هو خالق فاعل متصرف متفرد بذلك كله، لا يشركه فيه أحد ولا يشاركه. والمتفكرون إذن أهل منازل، حقيقة أهل منازل، ولهذا أهل الله الحقيقيون لا الخرافيين، أهل الله وهل الحقيقة الشرعية الحقيقية الذين هم على مناط وعلى صراط القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الذين تحصل لهم الذكرى فعلا، ويكونون على درجة عالية من المعرفة بالله. فإذا عرفوا الله خافوه، هذو اللي عندهم خوف الله حقيقة، وهذا الذي وصفه الله جل وعلا في كتابه حينما قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قالوا المعنى يعني المعنى ديال الآية، قالوا حينما يتفكرون يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. علاش قالوا ما خلقت هذا باطلا؟ لأنهم يصيرون إلى الحكم، كيشوفوا الحكمة ديال الخليقة، لأن المتفكر لما تصفو سريرته ويصفو قلبه تظهر له الحكم، ويظهر له اسم الله الحكيم في كل شيء، يعني يشوف أبشع المناظر ويرى فيه حكمته. وهدوم الحكماء الربانيون أهل الحكمة الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه،
ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما يمكنش يقولوا شي واحد هكذا غير شاف المنظر ديال الشمس وعجبوا، ولا المنظر ديال البحر وعجبوا وحصل لهم شهاد جمالي. لا، هذا منظر نفعي، منظر يعني يشعر به الإنسان على مستوى معين من الذوق، وهذا الذي يشترك فيه المؤمن والكافر، ويقال في ذلك ذلك مبلغهم من العلم. لكن العبد المؤمن حينما يرى حركة العبودية في الكائنات ويشعر بأخوة كل كائن، تشعر بالشجرة كأنها أخت لك، إذا حفت بأوراقها تشعر أنها تذكر ربها كما أنت تذكر ربك، وأن الحمام والطيرة اشتاق هو أيضا ويسير به الشوق حاديا به إلى الله جل وعلا، كلما غرد وكلما زقزق وكلما تحرك أو طار إلى غير ذلك من الأحوال التي تراها في هذا الكائن أو ذلك الكائن، وعلى هذا الخلق أو ذلك الخلق، ترى بأن الكائنات كلها تسير معك، أمم أمثالكم، يعني تراها تسبح كما أنت تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وترى كل الكائنات تسير في أفلاكها تدور بأمر ربها سائرة إلى وجهة واحدة، أي إلى المولى جل وعلا، وأنك أنت سائر ضمن السائرين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. شوف هذه الأخوة الكونية وهذا الانسجام، ما راك شيء بوحدك، لا، بتشعر بأنس، كل شيء في الكون يعني هو معك إلا عصاة الإنس والجن، هادو هما الشاذين، وإلا الكون على امتداده منسجم، منسجم سجام تام في سيره إلى الله جل وعلا، وتشعر بأنس عظيم، وتتجلى على قلبك حقائق الحكمة في الخلق الإلهي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فما دمت إذن رأيت الحكمة وقع بقلبك التنزيه، والتنزيه هو أيضا حقيقة من حقائق التوحيد، كتجعل الله تعالى واحد لا يشركه أحد، وتنزيه أي تجرده عن كل صفات النقص، وتصفه بكل صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هذا ينتج عنه ثمرة، واحد الثمرة دابا كطيب وتحط على القلب ديالك، هذه الثمرة هي أنك بدأت تذوق ما يسمى بالمعرفة، أي معرفة الله جل وعلا، بدأت تذوق معرفة الله، ومن ذاق معرفة الله وقع بقلبه الرهب والرغب، كيولي خايف أنه ما ينجحش في الامتحان وراغب أنه ينجح، ولذلك حينما يتردد القلب في مسألة ولو دنيوية بين الرغب والرهاب كيغلب عليه الخوف. هل الطالب أو التلميذ غيدوز الامتحان هو ما كيكونش فيه غير الخوف، لا، فيه حتى الرجاء، يعني طمع ينجح، وإلا لاش غادي يدوز الامتحان، طمع ينجح، ولكن نظرا لأن كاين احتمال يخسر كيدخل فيه الخوف، كيولي الخوف غالب عليه، فإذا تعارض عليه أو تضافر عليه الرغب والرهب في أمر يخشى أن يضيع منه، وشوقه إليه كبير، شوقه ورجاؤه فيه كبير، لكن خوفه أن يضيع منه يجعله خائفا أكثر من كونه راجيا، ولهذا قالوا فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، ما طلبوا شيء الجنة، هما عارفين بأنه كاين الجنة، ولكن إذا وقوا عذاب النار نتيجتها دخول الجنة، فلذلك غلب عليهم الخوف لأنهم عرفوا جلال الله وعظمة الله وسطوته وسلطانه سبحانه وتعالى بما رأوا من حكمة هذا الخلق، رأوا حكمة هذا الخلق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني لا يرون بطلان، لا يرون عبثا، إذن كاين مسؤوليات، كاين أمانات، كاين تبعات، وأنا جزء من هذا الخلق، أنا جزء من هذا الخلق، إذا القضية مصيرية في هذا الكون كله وأنا جزء منه، بل أنا يعني أنا الإنسان كائن مركزي في الخلق، أي أنه مخلوق وقع عليه فعل الخالق ولحكمة بالغة، وكون الإنسان مركزي في الكون أو في الخلق، كونه مركزي في هذا الخلق في هذا العالم، يعني واحد الخلق واحد الخليقة أساسية من بين الملائكة والجن إلى آخره، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه كتجعل الإنسان فعلا إذا كان من أهل النظر الثاقب وأهل التفكر يخاف أكثر مما يرجو، يخاف، فإذا خاف أدلج، وإذا أدلج بلغ المنزل، في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج أي صار بليل، الإدلاج هو صفر كتصافر بالليل من الدلجة،
والمقصود به أن هذا العبد الذي يقع بقلبه خوف الله بما وقع به من معرفة الله، لأنه لا يمكنك أن تخاف من لا تعرفه. الدر الصغير يشوف الحية ولا الجمرة يحط عليه يده، لاش ما كيعرفهاش، لأنه يكون عارف إيش تما قاع ما يمد يده. فلا يقع الخوف إلا بعد معرفة، فمن عرف الله خافه، وإذا خافه ما بقى ما يديناش. مضى عهد النوم يا خديجة، يعني الإنسان آنئذ يشتغل بالعبودية وينطلق إلى الله جل وعلا جادا لا لعب ولا عبث بعد اليوم. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. اللي سافر بالليل يوصل بالنهار، بلغ المنزل أي المنزلة العالية الرفيعة في الجنة. فعلق على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. باش وصل الجنة بالخوف، وما وقر بقلبي خوف إلا بعد معرفة. لأن الخوف الإخوان، الخوف حالة نفسية، والأحوال النفسية لا تصنع، ما كتصنع شيء. ما يمكن لك شيء تقول دابا غنولي نخاف، لا تستطيع، ولا غادي نولي نفرح، ما تقدرش، لأن معاني القلوب لا تحصل بالإرادات، ما كتصنعش بالإرادة. زعما إلا بغيت ديرها ديرها أنت، يعني قانط عافانا الله وإياك من الحزن والقنوط، طايرة لك غاضب وبغيت يعني تفرح، ما يمكنش دير الأسباب اللي بغيت ما يجيكش الفرح. يعني لأن اللحظة اللي راك فيها سميتها حال الحزن، وكذلك إذا اقتحم قلبك الفرح، واخا يقنطك باش ما بغي يقنطك تبقى فرحان، لأن اللحظة اللي راه عندك سميتها الفرح، أنت لم تكسبه، وإنما كاين أسباب صحيح تنتجه، لكن من اللي كيجي بغير إرادتك، الأحوال النفسية كتدخل عليك وتمتلك عليك قلبك. فهذا الخوف نعم له أسباب، قلنا هي المعرفة. فإذا دخل الخوف قلب عبد امتلك وصار مملوكا، وهذه العبودية كتوليش ديال راسك. فبعد ذلك يدفعك دافع الخوف للعمل والاحتياط للشيء المخوف. داكشي اللي خايف منه كتولي تحتاط له أكثر وأكثر، فتحتاط ليوم الحساب، وتحتاط للميزان وللجنة والنار. تحتاط للجنة أن تفقدها، تمشي لك عافانا الله وإياك وجعلنا وإياك من أهلها، وتحتاط للنار أن تقع فيها نعوذ بالله منها. لهذا إذن حينما خاف أهل الله من أهل تفكري قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا الطريق طريق التفكر اللي هو منزلة عالية، كيولي خلق الإنسان في الأول كيبدأ الإنسان يتصنع، لأن فيه خدمة فيه محنة، ماشي كيجيك بوحده، لا أنت خصك تجيبه، تفكر خصك تجيبه، لما قلبت عليه هو عاود ما يجي، ماشي بحال الخوف. ولذلك وصفه الله جل وعلا بهذا الفعل التفعل، فرق بين فكارة وتفكارة، وكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. يعني واحد الحاجة كالدراب يعني فيها تكلف، يعني في العربية لما يقولوا تخلق خلقا، يعني واحد الخلق ماشي ديالك وكتولي تكلفه على رأسك حتى يصير لك خلقا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. الحلم يعني الصبر والاناه، يعني واخا واحد يدير لك شي حاجه ويستفزك ما عندكش رد الفعل السريع، كتامل ودرس القضيه بشويه وقد تعفو عنه، هذا الحلم. فهذه ماشي سهله باش تكون فيك، يعني هذه خصها واحد المستوى عالي في الشخصيه. فاذا باش تكون فيك تبدا تصبر راسك حتى تولي صابره. فالمتصبر انما هو الذي يتكلف الصبر، اما الصابر عنده داك الشيء عادي صابر. والحليم هو اللي فيه الحلم طبيعه سجيه، بينما المتحلم راه قلبه لداخل كيطحن ولكن راه كيتعلم. فكذلك التفكر الى ما جبته كيمشي. ولذلك الانسان قلت لما تخشع في البدن الروح ديالو كتولي مغلفه بالحواس، فاذا لم يعمل هذه الحواس ويكلفها ما غاديش يوصل اللحظه اللي وصل ليه التفكر، يوصل يعني لواحد الحاله طبيعيه من اهل الذكرى. صافي كيولي يشوف بقلبه، يصبح بصيرا بقلبه وبروحه. وكذلك كان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وشأن الصديقين من أصحابه والصالحين، أهل ذكرى بما يتفكرون وبما تفكر. قلت هذا الطريق هو ربي تعالى تحدى به الكفار، قال لهم: إذا بغيتوا توصلوا الحقيقة ديروا هذه، تكلفوا هذه وشو شرط توصلوا لما توصل شيء. وذلك ما قرأته قبل من الآية: قل إنما أعظكم بواحدة،
الخطاب للكفار وليس للمسلمين في هذه الآية. الآية الأخرى ديال المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أولي الباب. أما هذه فهي للكفار. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للذين يجادلونك من الكفار في أمر البعث وفي أمر النبوة وفي أمر الخلق، قل لهم إنما أعظكم بواحدة. قل إنما أعظكم بواحدة، ديروا غير واحدة، وهي جوج نقطات ديال التفسير هذا المعنى، أن تقوموا لله القيام من التجرد. خلي بالك من المعلومات القديمة ومن الأشياء اللي ربطك بالقيم الاجتماعية الباطلة التي تجعلك غارقا في المادة وتثبطك وتمنعك الموانع، قطع الحبال، يعني قطع الحبال مع الثقافة التي جعلتك يعني غائبا عن الله عز وجل. أن تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفكروا. هذه العبارة ديال مسنا وفرادا سبق أن بينتها في هذا المجلس وفي غيره، يعني خصك تخلص من الثقافة الاجتماعية اللي يعني ضغطة، يعني ديك العادات الباطلة، العادات الباطلة. ولذلك ملي كتكون بوحدك كتكون عندك الحرية ديال النظر، ما كيعقدوكش الناس، أو تكون مع صاحبك، لأن العربية الجمع ديالها كيبدا بثلاثة، والمثنى في العربية ملحق بالمفرد، ولد عمو، ماشي بحال اللغة الأجنبية، المثنى في العربية ملحق بالمفرد، والجمع كيبدا بثلاثة، في الحديث والثلاثة ركبون، من هنا كنبداو، والثلاثة ركبون. والسر إذا جاوز اثنين شاع. ولذلك الإنسان حينما يخلو إلى صديقي أو خليله كيبقى السر بينتهم، فقد يبوح له بما لا يستطيع أن يبوح به لجماعة الناس. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. النتيجة التي ستصلون إليها قطعا ما بصاحبكم، كاين يعني واحد كيسموه صاحب البلاغة الحدث، يعني فقرات طارت من هنا، لأن الله سبحانه وتعالى ضمنها في كلمات قلائل. أهل الذكاء وأهل الخبرة بلسان العربي يدركون ذلك. ثم تتفكروا، أي كأنه قال فإذا تفكرتم بهذا الشرط وقمتم لله فعلا وتجرت الحقيقة وجيت يعني بهذا الشكل، ما جيت شيء بالضغوط الاجتماعية بالمسنى وفرادة وإلى آخره، كل ذلك السياق تجمعوا، فإذا حصل لكم هذا وتفكرتم فإنكم ستصلون إلى حقيقتي أن محمدا إنما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما بصاحبكم، هذه النتيجة. ثم تتفكروا، كل شيء داك الشيء اختزلوا، قال ما بصاحبكم من جنة، ماشي راه هو كيخطبهم، راه يعني هو يخبرهم، لا هو يخبرهم نعم، لكن يقول لهم هذه الحقيقة التي ستصلون إليها بتفكركم، انت براسك توصل لها، ولكن تبع الشروط، تبع المنهج وتشوف ما توصل شيء. إذا تجردت من الهوى الاجتماعي والعرف السائد والثقافة التي تثبط عن الإيمان، يعني ثقافة شهوانية شيطانية، فإنك ستصل إلى الحقيقة. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وشو سبحان الله، ذكر العذاب في هذا السياق وذكر العذاب في السياق الآخر، أي سياق التفكر الإيماني حتى هو. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قلت لأن التفكر يؤدي إلى المعرفة، ومن عرف الله خاف الله، وما قدر الله حق قدره، ولذلك ما خافوش، كيدصروا على الله سبحانه وتعالى، يعني بني إسرائيل، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعرفوا سبحانه وتعالى بعظمة خلقه، كتشوف العظمة الخلق كتعرف الخالق سبحانه وتعالى جل وعلا. هذا المعنى العظيم إذن له مراتب عملية، مش ما نقوش غير في المسائل النظرية، لأن المنازل الإيمانية خصها الخدمة، له مراتب عملية ثلاثة، ثلاثة المراتب، ثلاثة الخدمات، ثلاثة الورشات. أولها تفكروا في الزمن، والزمن خلق، لأنه بنادم غير كيسمع ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كيمشي الكواكب والنجوم، كيمشي المادة فقط، لا أيضا الزمن خلق من خلق الله ومرتبط بالسماوات والأرض، لأن الله تعالى لما خلق الأجرام وحرك هذه الأجرام نتج الزمن عن هذه الحركة، فالزمن خلق الله، الله رب الزمن سبحانه وتعالى، ولذلك فهو سبحانه وتعالى فوق الزمن، لا يحكمه زمان لا ليل ولا نهار جل وعلا، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الزمن خلق من خلق الله، خاضع لله، عبد من عباد الله. فمجال التفكر إذن نتفكر في الزمن ونتفكر في الخلق، بدءا من النفس، النفس راح تخلق إلى العالم الخارجي، ثم نتفكر في النعم. ثلاثة الأشياء، تفكر في الزمن وتفكر في الخلق من النفس إلى العالم الخارجي، يعني الخليقة كلها اللي كاينة، ونتفكر في النعم. والنعم تبدأ من النعم المادية إلى النعم المعنوية، من النعم ديال الأكل والشرب وما جعل الله فينا من نعم خلقية إلى نعم الروح، نعمة الإيمان، نعمة النور، لأنه جل وعلا خلق ثم هدى. فأما بالنسبة للزمن
فهذا الذي يفر الإنسان منه فرارا، ما كان بغيوش نفكروا فيه، كان بغيوش. معروف هذه القضية دي عند الإنسان، الإنسان يحب أن ينسى، يحب أن ينسى التفكير في الزمن، لأن التفكير في الزمن مزلزل. حينما تتفكر في الزمن، ما معنى ذلك؟ معناه إذن أنك تفكر في عمرك، ومعناه أنك سائر إلى حتفك، إلى موتك، إلى نهايتك وأجلك. وهذا أمر تكرهه النفس ولا تطيقه، ودوام تفكرها فيه يتعبها. تفكر فيه اليوم وغدا الروح كتبغي تزهق، تقدرش، صعيب جدا. والله جل وعلا أمرنا به في كتابه في غير ما آية وبسياقات ومعان شتى، ومن أعظم ما في ذلك وأدقي قول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنا وأنت كانت في ما قبل عمرنا لحظة اسمها بالنسبة لي أو ليك، يعني الإنسان بالنسبة لي كانت واحد اللحظة سميتها لحظة العدم، وهي قبل أن أولد. إذن قبل أن أولد أين كنت وكيف كنت؟ وهذه الحيوية عندي وحركة ونسمع ونذاكر إلى آخره، ولي وعلي، يعني تأثير في الحياة بيني وبين الحياة، تأثير أؤثر وأتأثر. يعني هذا الإنسان قبل أن أكون هذا الشيء كله ما كانش، فين كان؟ لم يكن من ذلك شيء إلا ما كان في علم الله، ولا أحد يستطيع أن يعرف ما علم الله. وصل بنادم لتمك يوقف، يعجز العقل البشري العجز المطلق التام أن يقتحم باب علم الله، لأنك لا يمكن أن تأخذ من ذلك إلا ما أذن لك فيه. وهنا الإنسان يرجع إلى نفسه، أنه إذن قدر الله جل وعلا أن يقول لهذا الذي هو في علمه بما هو عنده سبحانه وتعالى، أن يقول له كن في لحظة ما فيكون، وأكون أنا وتكون أنت. أي نعمة هذه؟ من يستطيع أن يشكر هذه النعمة؟ من يستطيع أن يستوعب هذه الحقيقة كبيرة 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 جدا؟ أعطاك الوجود والنفس تفزع من العدم. فإذا رأيت البدء كيف كان، تدرك آنئذ الختمة كيف يكون. فإذا رأى الإنسان إذن بدأ الزمن في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إذا رأى بدأ الزمن في نفسه رأى نهاية الزمن في نفسه قطعا، يعني من غير خطره. اللي شاف لحظة البداية وتأملها مزيان غادي تبان له لحظة النهاية، لأن البدء هذا في المنطق ديال الطبيعة. قلت لأن البدء دليل الختم، أش الدليل على النهاية؟ لأنك بديت، ما بدأ شيء إلا وانتهى. هذه مسألة بحال الحساب، بحال العد الرياضي، يعني كاع اللي كتحسب اللي كتحسب كتسالي، اللي ما كتساليش اللي ما كتحسبش. فكل شيء يدخله العد له نهاية منتهى، أما الذي لا ينتهي هو الذي لا يخضع للعد، وهو الله وحده دون سواه. ولذلك قيل في وصفه: هو الأول بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. أما الذي بدأ ينتهي، اللي كاين لحظة لم يكن فكان، إذن كيبدأ عليه العداد، كونتور يبدأ يحسب عليه، يبدأ عليه العداد، لأنه كان واحد المرحلة سميتها الصفر. هالمشكل كان واحد المرحلة سميتها الصفر، وجاء واحد اثنين ثلاثة سينتهي. هل أتى على الإنسان حين من داري، كان الصفر، كان الصفر، إذن وجاء واحد النهار درنا له واحد، وخصو يكمل بعقله، فإذن يوصل العد كمال ديالو ينتهي. وهو قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. لابد، هذه هي سنة الله في هذا الخلق، لأنه خلق كل خلقين على صفة البدء، وما خلق على صفة البدء كانت له النهاية، كما بدأنا أول خلق نعيده، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. إذن التفكير في الزمان يصل بنا إلى حد العمر. العمر ديال كيف يبدأ يبان لك، وما كيف يبدأ يبان لك في هذا السياق الكوني الكبير كيبان لك قصير قصير قصير، ليس فيه شيء. وكانوا أهل العلم من هذه الأمة، لما يقرأ الإنسان التراجم ديال العلماء كيفاش تعاملوا مع الزمن، سبحان الله العظيم، اللي يعني عنده هذه العادة ديال قراءة كتب التراجم، يعني الكتب اللي تكلموا على العلماء طبقات والرجال والتراجم إلى آخره، يعني سبحان الله العظيم أغلب العلماء كانوا يتكلموا على رسهم كان عندهم الإحساس بالزمن عالي جدا،
يعني كان يوزنوا الوقت والدقيقة والثانية بحال داك الميزان ديال الإلكتروني اللي راه يخرجوا دابا يوزن الدب، يعني الشعرة ديال الثقل كيسجلها. فكان عندهم إحساس كبير جدا بالزمن، كان يتفلت من بين إيديهم. شكون اللي خلاهم يشعروا بهذا الشيء هذا؟ جوج الأمور، أنهم كانوا أهل معرفة بالله وعرفوا ما عليهم من واجبات، وأيضا كانوا على صلة بالعلم، والعلم ضخم جدا، كيلقى بأنه عمره ما يكفيش باش يهز حتى واحد الغراف ولا جوج غرارف من العلم، عمره ما كيكفي شيء. هذا العلم بحر، فكيف يغرف منه غرفة أو غرفتين وعمره كله لا يكفي إلا لشربتين أو شربتين؟ فكيف بدأ يتحصر ويتأسف، لأن العلم كبير ها هو قدامه بحر، ولكن عمره اللي معطيله ما كافيش ما كافيش ما كافيش ولا لشربتين أو شربتين، وإنما هي قطرتون أو قطرتان التي ينالها الإنسان من العلم في هذه الدنيا، بها يعبد الله وبها يصير ما يصير من عبقرية وكذا وكذا جميع المجالات. شغل في العلوم الشرعية، العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية سواء، حينما تنظر العلوم الطبيعية وتقارن يعني المعلوم عند البشر الآن في أقصى نقطة وصل إليها، يعني بالأسرار ديال الكون وبالملايير الأبعاد مما يتحدثون عنه من السنوات الضوئية الممتدة في اللانهاية، يفزع الإنسان ويرى كيف أن هذا الإنسان ضعيف ضعيف. ميريكان قال لك ضربوا شي حجرة يعني مشي كذا إلى آخره، ومقيمين القيامة وفرحة ما نعرف شنو داروا، حجرة ضربت حجرة. يعني الله سبحانه وتعالى حينما وصف السماء الدنيا وصف هذا الذي يسمونه هم الكون، كيسميه هم الكون، ربي ما يسميش الكون، ثم يعني شنو هو تما هذا الذي يسمونه الكون؟ ما هو إلا بطن السماء الدنيا، غير الكرش ديال السماء. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا منها رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، إلى غير ذلك من الآيات. لأن السماء واحد الطبقة مجهولة، ما يعرفها لا العلم المادي، ولا هي أيضا معروفة عند الإنسان المسلم بالتفاصيل، ولكن له عنها أخبار أنها طبقة محروسة لها أبواب، وهي غير النجوم، هي مش النجوم، لأن ربي قال زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا زينها، زوقها بالنجوم والكواكب، إذن هي حاجة أخرى، فالكواكب إنما هي زينة وغزوق ديالها، أما هي ما هي الله أعلم بها. وبعدها السماء الثانية والثالثة والسابعة، والله تعالى فوق ذلك كله مستوين على عرشه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم السلطان سبحانه وتعالى. الكون يا أخي لا يستطيع الخيال أن يحصره، مستحيل. فلذلك إذن يعني العلم المادي البشري في أقصى غايته الآن بحال اللعب ديال الأطفال بالحقائق الكبيرة، يظن بلي وصل لشي مسائل وهو لا يزال على شاطئ المعرفة، مازال ما دخل البحر ديالها، على شاطئ المعرفة. فيعني قلت يستوي الإنسان، يعني سواء كان يعني في العلوم المادية أو العلوم الشرعية، يعني يستوي إحساسه بأنه يعني المعلوم أو يعني مجال العلم أوسع بكثير من طاقة البشرية العقلية ومن العمر اللي معطيله، ولهذا إذن الشعور بالزمن والإحساس بالزمن كيخليك تصرف، وهذه النتيجة الخلقية، لأن يعني التفكر يؤدي التخلق، كان خلقه القرآن. النتيجة الخلقية هو الوقت كيولي عندك عزيز، وهذه صفة إيمانية إيجابية لا تبذره تبذيرا، عجبا لمن يستلقي على ظهره بالمنتديات والملاهي في مجالات شتى، يعني يضيع الوقت يقتل عمره، ينتحر انتحارا عجيبا غريبا بليدا، بسبب أنه لا يعرف الوقت ولا يعرف نفسه، لأن الوقت هو الإنسان بداية ونهاية. فشي غريب جدا يحصل لهذا الإنسان حينما يغفل عن هذه الحقيقة الكبرى. فإذا استيقظ طافي، صغير فق، إذا استيقظ ورأى هذه الحقيقة الزمنية وذاق ما معنى العمر، وجد نفسه قد ضيع الكثير، ويأسف، يجي الأسف على الأوقات التي ضيع في الصبا وفي الطفولة وفي الشباب وفي المراهقة وفي الكهولة، وربما مع الأسف الشيخوخة، قد يضيع الإنسان الأوقات الكثيرة هدرا هكذاك. ولذلك السعيد من بورك له في عمره.
لأن البركة في العمر شنو هي؟ هو أنه كيعمر الوقت ديالو ما كيضيعوش، ويعمره بالخير، هذا عمر مبارك لأنه عامر ما ضيع شيء، والله جل وعلا يضاعف له من الأجر في ذلك أضعاف كثيرة، بحال عاش الملاير ديال السنوات وإنما هو عاش بضعة أعوام أو بضعة سنوات، ولكن ربي بارك له فيها بسبب الأجر الذي يرتبه إذا صدقت نيته وصلح عمله وأصاب الحق. الله سبحانه وتعالى يبارك له ويضاعف له أضعافا كثيرة. فإذا جعل الإنسان إذن الزمن متأملا متفكرا نتج عنه اقتصاد، اقتصاد وحسن تدبير لعمره ولزمانه أي لعمله، لأنه كتولي ترتب العمل ديالك وتولي تشوف نظام الأولويات بالعقلية ديال التجارة، التجارة مع الله سبحانه وتعالى، هذه إلا درتها مع الله نربح فيها 100، هذه إلا درتها مع الله نربح فيها 1000، وما عنديش الوقت ندير جوج، هي وحدة شي دير ديال 1000، هذا المنطق ديال المؤمن. ولذلك مالك رحمه الله في مجلس من مجالسه وهو يلقي درسه بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام طالب من طلابه يتنفل يصلي نافلة خلف سارية، واحد طالب من طلاب العلم والإمام مالك يدير لهم الدرس نضي يصلي واحد النافلة، فلما جلس قال له ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه؟ هو عندك في هذه اللحظة دي عندك غير وقت واحد، كنت مخير بين عبادة الله بالعلم وعبادة الله بالنافلة، عبادة الله بالعلم عندك الأجر عليها بزاف، عبادة الله بالنافلة ناقصة على عبادة الله بالعلم. شوف العلماء كان عندهم نظام الأولويات، علاش؟ عندهم إحساس كبير بالزمن، إحساس كبير بالزمن، وهذا كي منهج حياة الإنسان المؤمن مع الأسف الشديد، يعني شعورنا بالزمن ضعيف إلى درجة الصفر مع الأسف الشديد، ولذلك أحوالنا هي أحوالنا بسبب سبب كثيرة، ولكن من بينها هذه البلادة الزمنية التي نعاني منها. المتفكر الثاني قلت النعم، لأنه النعم لما تبدأ تأملها كتخليك تشعر بالعبودية، هذه النتيجة يعني السريعة، وأحب أن أختصر هذا اختصار، لأن شنو هي النعم؟ النعم أن الله أعطاك قبل أن تطلب وقبل أن تكون لك طاقة الطلب، أعطاك أولا أنت، وفين كنت أنت باش تطلب له تقول له يا ربي أعطيني راسي؟ كنت صفر أو ما قبل الصفر، كنت في العدم، فأعطاك أنت بخلقك السوي ونفس وما سواها ببصرك وسمعك وإلى آخره، بظواهر الجسم وبواطن الجسم ودقائق البناء والصنع الإلهي في الجسم البشري والإمكانات اللي أعطاك الفكرية والدينية ما شاء الله، ثم بعد ذلك رزقك وجعل لك هذه الأرض يعني منبت الأرزاق وموطن الأرزاق لك ولك وحدك، يعني لك وحدك أنت الإنسان، بحيث كل من يقطن الأرض هو لك، هو الذي خلق لكم ماشي لغيركم ما في الأرض جميعا، وجعل لديك جميع كتأكد المعنى بأنه ما كاينش شي حاجة اللي ماشي ديالك، فما في الأرض حيوانها وحوشها بهائمها أحياؤها وأمواتها لك، يعني حيوانات ماتت مراير سنين كما يقولون، أنا بنادم يستغل هذا بمعادن وأشياء وعجائب وغرائب. فإذن ربي تعالى أحيا، هذه من الأعجيب، يعني بحيث أنه هيئ الأرض قبل أن يسكنها الإنسان بملايين أو ملايير السنين لتكون صالحة له فيما بعد من الأزمنة التي تأتي بما الله به علم، باش يجيب نادم ويحفر لقى البترول، فوقاش تصنع البترول؟ يقولون يعني ملايين السنين، فين كان بنادم؟ كان في علم الله وتصوب له باش يجي حتى لهذه القرون المتأخرة ليكتشفه وليتحدث هذه الطاقة العجيبة التي الآن موجودة. وقيس على ذلك كثير، يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني قلت أحياؤها وأمواتها منذ أن كونها وقدر فيها أقواتها، لمن؟ للإنسان، الحيوان الأليف المفترس كل شيء هو لك، بأن توظفه في وظيفته التي سخرها الله لك. نعم، لما تشوف هذا يعني واحد كيعطيك ما طلبتلوش يعطيك، طلبتلو يعطيك، صافي كتغرق كتولي عبد ديالو، كيف تستطيع أن تشكره؟ لا تستطيع، ما عندك شيء باش تقول له شكرا، لأن أي كلمة أي تعبير لن يساوي ولن يقارب ولا أبسط نعمة من نعمه، فتشعر بالعجز التام عن شكر هذا المنعم. فلذلك التفكر في النعمة يجعل القلب يخضع بالعبودية لله، ومن أنكر النعمة هذا الجاحد، وهذا الكفر عينه،
والمؤمن قد يصاب بهذا المعنى وإن لم يكن كافرا. كيف يعني كتولي عنده الحالة ديال الكافر؟ يعني القلب دياله يقسو بسبب أنه يعني لا يتفكر في النعمة، صافي كيولي كل شيء يعني هو ملشي، فيدعي الألوهية من حيث لا يدري. والإنسان المادي الغربي المتمرد سببه أنه حينما لا ينظر إلى النعمة يرى أنه هو الصانع لهذه النعمة، هو أنا، قال أنا خير منه. فهذا المنطق الإبليسي هو المنطق ديال العلم الغربي الآن وديال الحضارة المادية الآن، لا تريد أن تتحكم في الكون وتريد أن تسير الكون كما تريده، هذا وهم، هي عايشة في الوهم، ذلك مبلغهم من العلم. ولكن الإنسان المؤمن حينما يثقب بصره وتتفتق عبقريته الإيمانية فعلا يرى الحقائق حكما إلهية ربانية واضحة متجلية في هذا العالم في هذا الخلق، نعما تترى وحدة مورا وحدة، والعبد في بحرها غارق لا يملك إلا أن يقول آمنت بالله، ولا يملك إلا أن يكون من الساجدين. وكذلك كان الأنبياء والصديقون وأهل الصلاح جميعا حينما يبصرون مثل هذه الحقيقة. فإذا قلنا المجال الأول مجال الزمن تدبر، ما خص شيء بنادم يبقى يعني كيدوز عليه النهار والليل وما يحسش باللي راه كيدوز عليه النهار والليل، راه كيجي الظلام وكتشرق الشمس وكتغرب الشمس، يعني راه علامات مادية قوية لتقول لك أيها الإنسان راه الكون غادي بك وأنت راحل إلى مولاك، كما ترحل الشمس وكما تشرق وكما ترحل الأشياء، لتشعر بالزمن وخطورته وأنك أنت أيضا يدب في جسمك الزمن كتكبر وتهرم وتصيبك العلل وينتهي الأجل. وهذه النعم التي أحاطتك قبل وجودك وبعد وجودك أحاطتك مغلف بالنعم. فإذا الإنسان ما تأمل هذه ما تأمل هذه وراه يعني واحد المعنى اللي هو شبه ما يكون بالمعنى العامي، هو أن تتأمل الأشياء المادية حولك وهو الخلق، تأمل الخلق، تأمل هذا الكون هذا العالم كيف فيه تجلى صنع الله وخلقه، كيف خلق ما خلق، وكيف أن هذه الكائنات هي أيضا تعبد ربها وتسير إلى مولاها، كيف انتظامها وكيف جمالها وكيف بهاؤها وكيف انسجامها وكيف توازنها إلى غير ذلك مما يمكن أن يقع بقلب العبد وبذهنه على قدر علمه ونظره، وكل يصل إلى خير. بمعنى أنه هذا المجال هذا ديال النظر في الكون حقيقة الناس اللي عندهم يعني قدرة يمشيوا فيه بعيد أهل العلم بهذه الأشياء، ولكن راه ما كيوصل إلا اللي وصل الله سبحانه وتعالى. لأنك قد تجد الإنسان يعني خبير في الفيزياء ولا خبير في الفلك وطبع الله على قلبه، وتجده من الكافر لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، وتجد واحد أمي الله كيعرف من الشمس أنها كتشرق، وربما بقي كيتوهم باللي راها يعني الشمس اللي كتدور على الأرض، ماشي يعني باقي عنده الأمور مازال ما وصلاش، يعني الحقائق اللي ولات دابا من أشياء قديمة عفى عليها الزمن مازال ما وصلاش، ولكن عنده الحقيقة الإيمانية في قلبه، لأنه رغم أن الحركة في ذهنه مقلوبة واحد الحاجة ما مقلوباش، أن الذي يحركها هو الله مقاد، يعني غير تقلب هذيك الحركة اللي بغات تقلب لا بأس بها، لأن النتيجة بالنسبة ليه سليمة، وهي أن الله جل وعلا هو الذي يدبر أمر الكون. رأى هذه الحقيقة لا يضره ما أخطأ بعد ذلك في تفاصيلها، وشحال ديال القرون من أهل الصلاح والفلاح دازت عندهم هذه الحقائق مقلوبة، يعني مقلوبة من الناحية العلمية المادية لكنها مستوية من الناحية الإيمانية. صحيح أن الكمال هو الجمع بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الطبيعية، لأن الحقيقة الطبيعية هي أيضا حقيقة شرعية، وفعلا اللي يمكن الله سبحانه وتعالى وجمع بين المعلومتين كتب له طريق قوية واضحة يتجلى له اليقين التام فعلا. ولذلك فعلا العلوم المعاصرة المجال الفلكي والفيزيائي والطبي والكيمياء بصفة عامة علوم المادة يعني كلها إذا وقعت على قلب مؤمن تنتج العجب العجاب. صحيح إذا وقعت على قلب مؤمن تنتج العجب العجاب، لأنه لما يقرأ القرآن يرى قوة هذه الآيات ويرى وضوحها في قلبه بما ربما لم يراها أحد قبله إلا الأنبياء، وهذا شيء عجيب جدا يجعله الله جل وعلا تحدي للبشرية إلى يوم القيامة، وذلك قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، شيء عجيب حقيقة. ولهذا قلت إذن المؤمن مطالب بما هو في كتاب الله جل وعلا مأمور بأن يتفكر في خلق السماوات والأرض، وأن يتفكر في هذا الخلق قلت على قدر علمه به، وخا العلم دياله أمي راعي
معلومات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عامل الناس في مجال العبادات بالمعلومات الأمية، باش ما كاينش اللي يقولوا يدي هذا الدين فيه الفهمات بزاف ما عرفتش نطبقه. كيف ذلك؟ يعني في أمور التكاليف، الأمور ديال تطبيق التكاليف، عامل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالمعلومات الأمية. فلما سولوه ايوا على المغرب، لما سولوه على المغرب ديال رمضان فوقاش يفطروا، ما قال لهمش اودي لما يكون يعني الارض في الدرجه كذا والفلك في الدرجه كذا، هذيك الدرجات اللي درسوا في الفلك، لا قال لهم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطار الصائم، فقد افطار الصائم، فوقاش نفطروا في المغرب؟ شوف الجهه ديال الشروق واش بدا يطلع فيها الظلام، وشوف الجهه ديال الغروب واش هرب منها النهار، شفت هذا المنظر فطر. هذه معلومات أمية باش الدين التطبيق ديالو اللي هو النتيجة، ماشي المعلومة، لا النتيجة هو تفطر المغرب عابدا لله بإفطارك. فالعبادة ما ينبغي أن يحول بينها وبين المؤمنين معلومات معقدة، معلومات معقدة ما خصهاش تكون تما في الطريق ديال العبادة، يعني في هيئتها وتكليفها. ولهذا تجد سائر العبادات لها علامات، كل العبادات في الإسلام، الحج، رمضان، الزكاة، كل العبادات في الإسلام العلامات ديالها بسيطة جدا، ما معقداش، حتى يستوي في ذلك من حيث التطبيق، من حيث التطبيق حتى يستوي في ذلك العالم والجاهل مقدي، لأن هذه معلومات من يعني من الطبيعة بالضرورة، معلومات من الطبيعة بالضرورة، غير كونك بشر حي عندك ودنين وعينين تعرفها. فبنى عليها الله جل وعلا التكليف، لكن المعاني يختلف فيها الناس على مراتب العلم، المعاني حاجة أخرى، ولكن التطبيق ميسر لكل الناس، كل الناس ميسر لهم. فإذا نحن نفرض أنه هذا الحد الأدنى اللي هو عند الأميين من المعلومات هي المعلومات من الطبيعة بالضرورة، هذه المعلومات من الطبيعة بالضرورة كافية للتدبر والتفكر، كافية للتفكر، وتجعل العبد فعلا يصل إلى الله بقلب المؤمن. وربما سبق كثير من الاختصاصات على قدر الصدق الذي في قلبه، ثم يسبقه على قدر الصدق الذي في قلبه. فإذا كان العالم بالطبيعة أو بالشريعة أكثر صدقا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. فكذلك أيضا أهل العلم سواء بالشريعة أو بالطبيعة إلى ربي عود افتح قلبه للإيمان فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جعل الله وإياكم من العاملين العالمين، وجعلنا من العالمين العاملين، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن يخالف بين أعمالنا وأقوالنا. اللهم اجعلنا من توابين واجعلنا من متطهرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.